Ain Shams University in Egypt's capital Cairo, a workshop in the name of Luban, a craftsman in ancient China, has won acclaim from teachers and students. اللي خلانا نخش ان ان الواحد بيشتغل بايده، ان احنا بنشتغل بايدينا، فكينا الموتور، فكينا الفرامل، فكينا الكلوتش، فكينا الجير بوكس ترانسميشنز، فكينا الحاجات دي شفناها بايدينا وركبناها تاني وتعلمنا، فبقى عندنا واقع يعني نقدر نتعامل بيه لما بنشوف الحاجه. Co-founded by China's Tianjin Light Industry Vocational Technical College, Tianjin Transportation Technical College, and Egypt's ASU, the Luban workshop was launched in late 2020. Covering an area of 1,200 square meters, it provides practical training in computer numerical control machine operation and maintenance, renewable energy installation and operation, and automotive inspection and maintenance. الورشة فيها ميزة برضو ان هي المكن الموجود هنا مش بس مكن على المستوى الصناعي، لا هو كمان مكن تعليمي، بمعنى انه هو مصمم خصيصا ان هو ممكن مثلا يحتوي على بعض الاعطال المقصودة، والطالب ازاي يكتشفها ويقدر يعمل عمليات بنسميها اكتشاف اعطال او ترابل شوتينج للاخطاء وكده، بحيث ان هو هي دي المهارات اللي ممكن لما بيتخرج فعلا بيواجهها، محتاج ان هو يتعلم، يوفر للمعيدين عندنا تدريب على اعلى مستوى. الشباب راحوا قبل ما الورشه تتجهز هنا، راحوا الصين قعدوا 5 اسابيع، خدوا تدريب يعني مكثف ومطول لكل الدورات والمهارات اللي هم ممكن يعني يحتاجوا ان هم يتدربوا عليها عشان خاطر يقدروا يدربوا الطلبه عندنا. يعني يمكن ده اول مشروع نتعاون فيه مباشره مع الجانب الصيني يعني في كليه هندسه جامعه عين شمس. Besides, a tripartite agreement will soon be implemented by the ASU Faculty of Engineering, Chinese universities and Chinese factories and companies in Egypt, whose engineers and technicians will also be able to hone their skills at the workshop.